اوفر. استاذ غسان النهارده ادوارد دلوقتي موجود في كل الافلام. ايوه. دي ميزه ولا عيب؟ لا عيب. اجيب لك من الاخر. انا مش فاهم. عايز اسالك انت فاضي تمسك الجيتار وتغني زي الاول؟ فاكر الاول؟ ايوه ما الاول كان دي شغلتك تغني، وما زالت انت نجحت كمغني. صح، اشتهر كمغني وبعدين رجلك دخلت من وراء الغناء والتلحين، ده نجاح. النجاح ده جابك للسينما، جابك للكوميديا. هل انت نجحت ككوميدي؟ ده السؤال. هو حضرتك اللي بتقدم النهارده البرنامج؟ لا حلو، احنا اصحاب بالعكس. اولا مستمتع بيه جدا. انا عايز افهم. احنا مستمتعين. عيلة واحدة؟ طبعا. اسرة. ونكشف لبعض؟ مرايا؟ نكشف مرايا. انا استفيد منك، من تجربتك، وانت تستفيد من تجربتي، وكمان هي ايه؟ تظبط المسائل. مشوار الفنان غسان مطر كبير وممتع، استفدت منه ايه وتاخد منه ايه؟ ادوار الشر بيطلع فيها طبعا مقنع جدا وبيعملها حلو. انت ممكن تعمل شر زيه؟ نفسي. ازاي هتعمله؟ ازاي وريني كده. هلبس ازرق. دي بدايه موفقه. استاذ غسان بحب. وايه تاني تعمل؟ ازاي وريني ازاي ممكن تبقى شرير؟ استاذ غسان يقيمك. انا جبت السيجار. السيجار جبناك في دور شرير، هتعمله ازاي؟ هتخلي كده ادوار؟ لا، سيجار. ايه سيجار؟ نروح لفاصل ولقاء النجوم. انا مبسوطة جدا، يعني بالعكس ده استفادة كبيرة جدا والله. طبعا استاذ غسان بجد هايل، يعني الله يخليك. حضرتك ملك داخل فيها شمال شوية كده ليه؟ انا مبسوط بالبرنامج ده ومبسوط ان انا فاهم. بص انا مش فاهم. بص هم ايوه حتى لو مراية بعض يعني مش هنقول كده، يعني لا مش هنقول كده قدام الناس. لا طبعا يعني نقول وبيننا وبين بعض. وبنرجع مرة تانية ومع نجومنا اللي منورنا. ايه مميزات الفنان غسان مطر؟ مميزات؟ بعد كل اللي قاله؟ يعني استاذ غسان فنان جميل جدا، و يعني بس هو مشكلته ان هو في فترة السبعينات عمل افلام كده، يعني مش عارف يعني هيتشرف البني ادم يعملها ولا لا يعني بصراحة. افلام ايه؟ ادوارد النهاردة سمعته ايه في الوسط السينمائي؟ محبوب، بيغيروا منه، متواضع؟ لا هو محبوب جدا. وبعدين ما هوش نمام، مش صاحب نميمة ولا بتاع مقالب. يعني انا دلوقتي بنعمل فيه المقلب ده. مقلب. تشوفي بقى شكله بقى.